من النماذج اللي بنفخر بيها دايما علمائنا المصريين اللي بيثبتوا انهم الافضل في مختلف العلوم والمجالات، من ضمنهم العالم المصري دكتور محمود عبد العاطي اللي حصد جائزه افضل علماء الرياضيات في العالم لعام 2023 واللي بتقدمها الصين تحت مسمى جائزه تشاين جيو شاو. صحيح استاذ، الجائزه دي حصل عليها دكتور محمود نظرا لمساهماته في الخوارزميات الكموميه، اتمنى ان اكون قلت المصطلح صح، والبصريات وابتكار واحد من اهم المؤثرات او النظريات الرياضيه في العالم. خلينا نعرف بقى المصطلحات دي صح او لا من دكتور محمود عبد العاطي اللي حصل على جائزه افضل علماء الرياضيات في العالم، تعرف منه على كافه التفاصيل. صباح الخير يا دكتور واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر والف مبروك. جزيلا. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك مبدئيا كده يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اسمها الخوارزميات. صوت حضرتك بس بيقطع يا دكتور. بالنسبه للخوارزمي يعني. طيب لا دكتور حضرتك بس ممكن نقف في حته فيها شبكه افضل لان الصوت بيقطع. والله يعني انا كده كده حلو قوي. كده حلو قوي. اسمها الخوارزميات الكميه ولا اسمها الكم اسمها ايه؟ الكم يعني هي جامل الكوانتم يعني الخوارزميات الكميه ونسبة للكم والخوارزميات نسبة للخوارزمي يعني. هايل. في البداية طبعا حابين نعرف من حضرتك بقى كواليس الحصول على هذه الجائزة وهذا اللقب، ايه اللي حصل؟ هي الجائزة تشين شو شاو دي جائزة صينية، هيئة مستقلة بتقدم الجائزة دي تخليدا لذكرى العالم الكبير بتاعهم تشاو، الراجل اللي كان ليه سهامات كبيره جدا في مجال الرياضيات، وبيتم الترشيح ليها من خلال العلماء في العالم. بيبقى في 5 ترشيحات من دول مختلفه لاي واحد، وبعدين بيصفوا الترشيحات وبيمنح واحد بس كل سنه، لازم يكون ليه نظرية باسمه أو ليه اختراع مسجل بيساهم في خدمة الرياضيات. طيب نظرية واحدة ولا مثلا عنده أبحاث كتيرة مثلا؟ هي لازم يكون عنده طبعا بحوث كتير ويكون عنده اتش اندكس عالي واستشهادات عالية، بس لازم احد الشروط ان يكون اسمه مرتبط بنظريه، يعني تمام. في نظريه مرتبطه باسمه او اسمه ذكر في نظريه. طيب هل حضرتك اللي بتقدم ولا بيتم اختيارك؟ لا بيتم الترشيح. يعني فيه العلماء يعني من المفروض ان يكون من دول مختلفه هم اللي يبعثوا الترشيح باسم الشخصيه اللي هم شايفين انه ممكن تقدم يعني. طيب يعني حضرتك تحدثت عن المعايير اللي لازم تكون موجودة عشان يتم الترشيح أصلا، ولكن في بحث معين أو نظرية بعينها اللي على أساسها تم اختيار حضرتك دكتور محمود؟ طيب يبدو ان احنا فقدنا اتصال دكتور محمود، كنا حابين طبعا نفهم اكتر منه لان هو اكيد هيقدر يقول لنا تفاصيل بشكل اكبر عن هذه الجائزه وعن هذا الاسهام الكبير يعني في هذا المجال تحديدا. دكتور محمود حضرتك رجعت لنا مره ثانيه. سامع معك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. الجزء الاساسي اللي انا دخلت بيه وكان اساس الموضوع ان انا عملت فيه نظريه اسمها يانج عبد العاطي كارلو. النظريه دي حلت بعض المشاكل اللي ما كانش ليها حل قبل كده، دي كانت الاساس، الى جانب بعض الحاجات اللي احنا عملناها في الخوارزميات. كان لنا عدد من براءات الاختراع اللي تم تسجيلها في امريكا. الثلاث حاجات الأساسية اللي أنا ترشحت بناء عليها يعني. تمام. طيب هو الاسم يكون مرتبط بالنظرية معناه يكون النظرية تحمل الاسم فعلا؟ عشان حضرتك ذكرت يعني دلوقتي. يعني احنا عملنا النظرية دي احنا نشرناها من 3 سنين، والعلماء بعد كده هم بيسموا النظرية باسم الباحثين اللي عملوها يعني. طيب لو حضرتك تشرح لنا طبعا بشكل مبسط يا دكتور يعني هذه النظريه عباره عن ايه؟ هتساهم في ايه؟
تمام. المعروف في الرياضيات احنا عندنا في حاجة اسمها التفاضلات العادية، ولكن في مع دخول الدوائر الكهربية الدقيقة والأجهزة الدقيقة مع ظهور الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المختلفة، كان لازم نفسر حاجات اسمها هايبر فاين اللي هي الحاجات الدقيقة جدا. فالدقيقة جدا دي محتاجة معادلات رياضية تانية مختلفة غير المعادلات الرياضية اللي احنا عارفينها. فالنظرية دي بتقدم معادلة جديدة في حاجة اسمها التفاضل الكسري. التفاضل الكسري يعني حاجة مختلفة خالص عن التفاضلات والرياضيات اللي احنا عارفينها. بنتمنى لحضرتك طبعا كل التوفيق في اللي جاي، وبنبارك لحضرتك مرة تانية الدكتور محمود عبد العاطي الحاصل على جائزة أفضل علماء رياضيات في العالم، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا شيء يدعو للفخر بكل تأكيد، ومصر الحقيقة يعني دايما بنقول إنه علمائها طول الوقت مشرفنا. يمكن إحنا بنحتفي وبنفرح قوي قوي لما يكون في خبر دلوقتي، مش لان احنا مش لقله ولا ندره الحقيقه علماء مصر، ولكن لانه للاسف احيانا بنشوف نماذج مفيش اي موهبه، مفيش اي اضافه حقيقيه، مفيش اي محتوى حقيقي، ونلاقيهم موجودين كتير جدا وهم اللي بيبقوا ظاهرين وموجودين، لكن هي يمكن نماذج زي دكتور محمود عبد العاطي محتاجين ان احنا نسلط دايما الضوء عليها بشكل كبير.